بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به. أو الناس فعلا يتذكرون ما وعدوا الله به، وكذلك كانوا كالذر. أو الناس اللي ذكرتهم حقيقة حافظة لما سمعوا وشهدوا به، قالوا بلى إنك ربنا، وأنت الأوحد، وأنت البارئ لنا، وأنت الرازق لنا، وأنت الهادي لنا، وأنت المجازي جزاء حسنا من صلح منا. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق سي مان إنه الحق سي ريفيلاسيون التيم دو لابار دالله، إنه الحق من ربنا، سادير la source de cette révélation là c'est Dieu. إن كنا من قبل مسلمين، احنا رانا من البداية nous sommes des soumis à Dieu. Donc القرآن كي جاء واحنا مؤمنين به قبل ما يجي هو من يزيدنا إيمان على إيمان. دونك نستخدم من ذلك أن النوع هذايا من اليهود والنصارى اللي مؤمنين بالقرآن ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام قبل نزوله، ما قبل أن يتحمل نبينا عليه الصلاة والسلام الرسالة الأخيرة الخاتمة والخالدة، فهؤلاء يفقهون آيات القرآن أكثر من كثير من الذين اتبعوا رسولنا عليه الصلاة والسلام ولم تكن لهم سابقة، لم تكن لهم سابقة بأن هناك كتاب سينزل، ولهذا ربما فقههم يكون أفضل من فقه الذين دخلوا الإسلام ولم يكونوا من قبل عارفين بحتمية نزول القرآن ومؤمنين بأن رسول الإسلام لا يكون إلا رسول الإسلام، لا يكون مجنونا ولا يكون ساحرا ولا يكون داعيا ولا يكون سارقا للقرآن. قالوا شنو؟ قالوا واحد من غير العرب. ما لا لقوا القرآن وبعثوا به، ما لكن يشت قلت بعد هيمن علينا، وهذا باطل. عربي وعجمي كيفاش القرآن محض ما يحمله هي العربية الفصحى. ولينتم ادعيتم أنه صادر عن رجل من أهل الكتاب، هو أعجمي لا يتقن اللغة العربية، فكيف يتم في رأيكم أنتم المستحيل؟ هو أعجمي لا عهد له ولا علم له بالعربية الفصحى، وما أدراك مع عربية القرآن. وقولوا نقولوا احنا ونزيد نقولوا اللي الآداب التي ظهرت بعد نزول القرآن، أغلب أصحابها يكونوا شعراء ويكونوا أصحاب النفر ولا يكونوا أي شيء، منام أغلبهم منام يسرقوا من القرآن تبركا ولا طلب لشهرة، ولكن الشهرة دي تقسم الظهور. فالشهرة ديك استعملوا من أجلها الكلام البذيء ولغوا الكلام سكي فيتيل سكي فريبول منا، واستعملوا المقصدية مرة فلان كما المتنبي فلان ومجيده، وبعد إذا كان ما طنيش ما وعدني به أو في رأي وعدني ما طنيش ينقلب منا مدحي منا شتما له هجاء له. هذاك علاش يخر صورة الشعراء؟ ربنا يكشف لنا حالهم واستسلم منهم. من حين جاءت الصحوة الحقيقية المنجية، من انتقل إلى مدح الإسلام ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام وشت ومحاربة لسانية لمن يهاجمون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويهاجمون الأخلاق الإسلامية. فكان مكان من شرف هؤلاء
التوابين من الشعراء، هؤلاء الذين انتصروا من بعد ظلمهم لأنفسهم حين كانوا من الجاهلين، انتصروا للحق، فذكرهم الله في آخر هذه السورة بخير. نسأل الله أن يصلح حال كثير من الشعراء في هذا الزمن الرديء. وآمين يا سيدنا يا سميع الدعاء.